السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم اسلام بهجت ستورز، ومعاكم فيديو جديد وريفيو جديد عن منتج جديد. لو حضرتك اول مره تشوفنا، احنا مجموعه محلات في المنصوره اسمها اسلام بهجت ستورز، عندنا توصيل وشحن لاي مكان في مصر. بنحاول نعمل الفيديوهات دي يعني تكون كمرجع موجود على اليوتيوب لاي منتج الكتروني او اي جهاز منزلي موجود او اي جهاز كهربائي جديد بينزل السوق المصري. هتلاقي عندك هنا على اليوتيوب بلاي ليست كامله لمنتجات سكاني، بلاي ليست كامله للاير فلاير، بلاي ليست للراديو، مكان الحلاقه. اي منتج جديد بيجي بنحاول ان احنا نعمل له فيديو، نعمل له شرح، نعمل له وصفه، شكله على الطبيعه، عشان اكن حضرتك موجود عندنا في المعرض بالظبط. ولو حضرتك اشتريت المنتج بالفعل او بتفكر تشتريه ومش هتنفذ عندنا، والله مفيش اي مشكله خالص. اهم حاجه ان احنا نتشرف بيك معانا، انك بتثق فينا كمرجع كويس على اليوتيوب. الاير فلاير اللي معانا النهارده اير فلاير ماركه سكاني. معلش عشان اكيد في سؤال هيجي في الكومنتات، وفي ناس كتير سالت على الموضوع ده قبل كده، شركه سكاني دي منشاها او بلدها ايه؟ شركه سكاني دي المنشا بتاعها الصين، هو براند صيني، براند ثبت نفسه في السوق المصري قيمه مقابل سعر، منتجاتها اسعارها كويسه جدا. الاير فلاير اللي معانا النهارده دي انا على طول مش بحب اقول اسعار، بس يعني لعدم استقرار الاسعار مش اكتر. احنا كده عندنا في الويب سايت الاسعار كلها مكتوبه. الاير فلاير اللي معايا النهارده دي وانا بعمل الفيديو في شهر 6 2023 سعرها 2100 جنيه. فعلى ما اعتقد اير فلاير بسعر 2100 جنيه طبعا ده سعر ممتاز، ومقابل كده كمان منتجات سكاني بيبقى عليها ضمان سنه. بس ضمان السنه ده عشان في ناس بتتلخبط في الموضوع ده، مش بيبقى عند المكان اللي حضرتك شاري منه، بيبقى في مركز صيانه موجود معتمد في القاهره في شارع الازهر، موجود فيه بتاخد من اللي انت شاري منه شهاده الضمان. لو لا قدر الله حصل اي مشكله بتتوجه للمركز، وهم ناس محترمه وبيعملوا لك اللي انت عايزه. اللي معانا النهارده دي موديل بتاعها 8011، هتلاقي نفس الشكل موديلات ثانيه او شكل قريب. فعشان كده انا ساعات في الفيديوهات باكد على موضوع انك تخلي بالك من رقم الموديل. الموديل اللي معانا النهارده ده موديل 8011. طب دي مواصفاتها ايه؟ دي مواصفاتها 1000 واط، الساعه بتاعتها 3.8 لتر، 1000 واط 3.8 لتر، الموديل بتاعها 8011. دي بتنزل بلونين، بتنزل باللون الاسود وبتنزل باللون الزيتي. طب درجه الحراره، درجه الحراره بتاعتها من اول 90 لحد 200، ودي بالنسبه لنا كده معظم الاير فلاير اللي موجوده من 90 ل 200، بخلاف بعض الموديلات بتبدا من 80. طب التايمر بتاعها بيوصل معاك لحد 60 دقيقه او ساعه تسويه، وعلى ما اعتقد دي درجه حراره او مستوى تايمر كويس جدا ومناسب لجميع انواع الاكلات. لو عايزين برضو نشوف شكلها عامل ازاي، لان في ناس كتير كانت سالت، اوريكم الاول العلبه من بره، كانت ناس كتير سالت شكلها من جوه او حجم الوعاء بتاعها عامل ازاي. ده شكل الكرتونه من بره زي ما احنا شايفين كده، ومش هتلاقي فيه اي حاجه اضافيه في الكرتونه غير اللي احنا قلناه، يعني مكتوبه عليها يعني من 90 لحد 200، التايمر 60 دقيقه. طبعا نو اويل نيدد، لان احنا اكيد عارفين اللي هي قلايه هوائيه، ما بنستخدمش اي زيت خالص واحنا شغالين فيها. لو ممكن بس بيبقى جزء بسيط جدا زيت، بيبقى في بخاخ كده بيتباع عند بتوع الادوات المنزليه، او ممكن بفرشه زيت مثلا. دي بالنسبه لنا كده الحاجه اللي بتيجي معاها، هي معاها الكتيب بتاع الانستراكشن. الكتيب بتاع الانستراكشن ده بيبقى فيه بعض يعني في جدول كده كويس قوي، في مثلا لو بطاطس هتبقى على درجه حراره كام، المده بتاعتها قد ايه، لو لحمه هتبقى على درجه حراره كام، المده بتاعتها قد ايه. فدي بتبقى كويس جدا، وبرده في ناس كتير على اليوتيوب عامله ليها فيديوهات بالطبخ نفسه. لان طبعا انتوا يعني حضراتكم عارفين اللي احنا بتوع الكترونيات، فبنشرح المنتج الكتروني. للاسف ما بنقدرش نشرح المنتج كطبخ او كمده اكل، او مثلا الوعاء ياخد الفرخه او ما ياخدهاش، ما بقدرش احكم والله. بس لو في حد يقدر يفيدني ازاي اللي انا اقدر ان انا احكم يعني، او ازاي اللي انا اقيس لكم الوعاء، مفيش مشكله. حد بس يديني نصيحه اقيسه ازاي، وانا في الفيديوهات اللي بعد كده ان شاء الله هنبقى نعملها. يعني احنا كده عندنا ده الشكل بتاع الاير فلاير زي ما احنا قلنا لحضراتكم، اللي هو الموديل بتاعها 8011، وقلنا لحضراتكم اللي هي متوفره بلونين، بيبقى بيجي منها الزيت اللي زي ده كده، وبيجي منها اللون الاسود. لو عايزين نشوف برضو شكلها او تشغيلها، احنا عندنا اي اير فلاير يا جماعه، معلش الحته دي انا قلتها كذا مره بس ممكن حضرتك اول مره تشوفنا، الجزء اللي ورا ده المروحه بتاعه التبريد التهويه، فاكيد الجزء ده ما يتغطاش خالص، اكيد الجزء ده ما يجيش عليه ميه خالص، اكيد الجزء ده ما يتحطش في الحيطه على طول، لازم يكون في فيصل. انا عاملها نفس معامله الثلاجه شويه او اي حاجه، بيبقى ده الجزء اللي مسؤول عن التسخين
او يعني الجزء المسؤول عن التبريد اللي بيخرج الهواء السخن، ما ينفعش احنا نبقى كاتمينه يعني. طبعا احنا عندنا اي اير فلاير نلاقي فيها الجزئين دول كده في الجنب، بسم الله. هنيجي نفتح الحلة بتاعتها، بتيجي بالمنظر ده كده بالحجم ده اللي هو 3.8 انا ايه دي جوه اهو. طبعا انا لما اجي بستخدم الاير فلاير هحط الجزء ده فيها بالمنظر ده كده، هتبقى معايا بالمنظر ده وهحط الاكل بتاعي جوه هنا. نصيحة برضو للاير فلاير بيبقى افضل، مش ان احنا بنبيعها يعني، بس دي حركة تلاقيها في اي مكان عادي خالص، بيبقى فيه اير فلاير بيبر، بيبقى ورق كده زي ورق الزبدة، المفروض حضرتك بتجيبه بتحطه جوه الحلة هنا بحيث ان انت ما تزودش الحاجة عليها. يعني مثلا لو في حاجة بتتعمل هتلزق او حاجة زي كده، لا احنا عندنا ورقة الزبدة دي تبقى محطوطة جواها، بتحط الاكل وبعدين بتشيلها بتفضل سليمة زي ما هي، عشان اكيد كلنا عارفين ان المادة دي تبقى مغطاة، فما ينفعش اللي احنا يعني نبقى نجيبها كده مثلا واحنا بننظف او حاجة نقعد نعملها بآلة حادة، ده طبعا بيشيل الطلاء اللي عليها وده بيسبب مشاكل كتير. طب شكلها من جوه عامل ازاي؟ شكلها من جوه قرب كده، ده الهيتر من فوق اهو، عشان كان في برضو اسئلة بتيجي الهيتر بيبقى فوق ولا تحت، ده الهيتر بتاعها موجود فوق، ودي شكلها من جوه. هي ما فيهاش اي حاجة، الفراير خفيفة يعني ما فيهاش حاجات كتير في الشرح. اهم حاجة وانا بقفلها، انا دلوقتي انا شغال كده اهو عادي، ما اعرفش هتسمعوا الصوت ده ولا لا، ممكن اقربه من المايك شوية. انا عندي اللي فتحتها كده اهو كده اقفلها، لازم بسمع التكة دي، التكة دي بالنسبة لي كده يبقى هي قفلت تمام. لو ما طلعتش معايا صوت التكة دي هي بالنسبة لي مش هتشتغل، يعني انا هوصلها باور واحاول اشغلها مش هتشتغل. يعني طبعا اللوك الامام بتاعها هوصلها برضو لحضراتكم دلوقتي كده تشوفوها وهي شغالة على الطبيعة عاملة ازاي. الجزء اللي جاي فوق ده كده احنا عندنا طبعا هي نورت فلاش وبعدين قفلت وبعد كده بيتبقى الجزء ده. انا عندي اللمبه دي بس اللي بقى ليها منوره، طبعا دي لمبه الباور ظاهره في الفيديو كده، دي لمبه الباور انا هفتحها كده بالنسبه لي فهي فتحت. انا بلاقي في عندي جزء يمين وفي عندي جزء شمال. الجزء اليمين ده اللي عليه علامه المنبه ده التايمر اللي هو مده التشغيل اللي انا هشغلها. الجنب الشمال ده دي درجه الحراره. فانا عندي هنا لما باجي بظبطها كده انا كده بظبط بالنسبه لي ايه؟ بالنسبه لي درجه الحراره احنا قلنا اخرها 200. تعالوا نشوف مع بعض هي المفروض في الانستراكشن بتاعتها اللي هي بيجيب من 90. انا اسف جيب، طب والله هي جابت من 80، هي المفروض اللي هي من 90. انا للعلم ما بحضرش ريفيوهات، انا اقسم بالله المنتج بيطلع عشان بعمل ريفيوهات كتير بيطلع وبعرضه لحضراتكم. المفروض اللي هي جايه في الانستراكشن بتاعها اللي هي من درجه حراره من 90 ل 200، انا دلوقتي لقيتها جايبه من 80. نتاكد برده تاني اهو، هي كده جايبه من 80، هتلاقوها على الويب سايت الرسمي وهتلاقيها في الكتيب بتاعها من 90، بس هي طلعت من 80. طب هنيجي على درجه الحراره، انا اسف على التايمر زي ما احنا شايفين على اليمين هنا اللي هي التايمر معانا اهو بيزيد معانا، طبعا هي في الانستراكشن بتاعتها لحد 60 دقيقه، ودي طبعا معظم الاير فلاير بتبقى 60 دقيقه ما عدا نوع واحد كان 90 على ما اعتقد 80 29. عندنا الحد اللي هي كام كده جابت معايا 60 دقيقه، هاجي ازود هي مش هتزيد، هي واقفه معايا لحد 60 دقيقه. هنيجي ننزل هنا كده واحنا بننزل معانا هتجيب درجه الحراره قليله. طيب الجنب ده كده زي ما احنا قلنا لحضراتكم بتاع الدقايق، الجنب ده بتاع درجه الحراره. طب ايه الام ده؟ الام ده مود، المود ده يعني حاجه زي انستراكشن معايا كده، لو انا عايز اعمل البطاطس اعمله في وقت قد ايه على درجه حراره كام، بدل ما انا هظبط لا انا هحط البطاطس وهعمل المود هقف على البطاطس على طول. مجرد ان وقف على البطاطس خلاص كده انا هديله الاوردر اللي هو بتاع التشغيل. ما اعرفش البطاطس كده ظاهره ولا لا، اللي هي اللي هنا دي كده، مجرد اللي هي اللي انا شغلتها بطاطس خلاص انا مفيش مشكله وهديها الاوردر انها تشتغل معايا الايه البطاطس. اول لما هتشتغل انا هسمع صوتها، انا عايز اقربها من المايك شويه، ده صوتها كده هو شغال، وزي ما انا قلت لحضراتكم الحته اللي ورا دي بتطلع معايا هواء سخن. طب انا عايز اقفلها دلوقتي، بالنسبه لي انا هقفلها هضغط كده عادي خالص وهستنى شويه الاقيها فصلت معايا. ما بتفصلش على طول يعني، اول لما بتك الشوت داون بستنى شويه وبعد كده بلاقيها اوتوماتيك بتهدى وتقوم فاصله. عايز افصلها خالص، هي اوريدي لما عشان النقطه دي مهمه، لما كده هي انا فصلتها بالنسبه لي فصلت، استنت معايا نص دقيقه وراحت فاصله. طب عايز افصلها خالص بقى عن التشغيل، طبعا مش هشيل الفيشه، انا هضغط عليها ضغطه كبيره خالص كده هنا في زر الباور الاقيها فصلت معايا. يبقى انا ما
معلش هاكد في الحته دي تاني. انا دلوقتي عندي هنا التايمر وعندي هنا الهيتر وعندي في زرار اسمه مود. الزرار اللي اسمه مود ده اللي بيخليني هي مرسوم عليها، يعني مرسوم عليها بطاطس، مرسوم عليها فراخ، كب كيك، جمبري، سمك. انا مثلا حطيت الجمبري، فهقوم لو انا مش عارف اظبطها درجه حراره قد ايه ووقت قد ايه، هحول المود كده بالنسبه لي واجيبها على الجمبري. وقفت على الجمبري هتك على زرار الباور كده هتشتغل معايا مفيش مشكله. انا عايز افصل هضغط برضو زرار الباور، مش هتفصل على طول، هستنى شويه وبعد كده هتقوم تفصل. يبقى مراجعه اخيره كده معلش استحملوني. يبقى دي كده اير فلاير 8011 1000 واط 3.8 لتر. التايمر بتاعها مكتوب فيه من 90 ل 200، اذا انا اسف درجه الحراره من 90 ل 200 بس هي من طلعت من 80 ل 200. التايمر بتاعها بيدينا لحد 60 دقيقه. يا رب اكون قدرت افكه على قد ما اقدر. في برضو معلومه انا نسيت اقولها بس هي يعني صغيره شويه ممكن تكون الناس تبقى عارفاها. انا بعد ما بظبط البروجرام بتاعها وهي بتشتغل، اول لما بتخلص بتديني صفارات بعرف اللي هو كده البروجرام بتاعها خلص. يا رب اكون قدرت افكه على قد ما اقدر، ولو محتاج تعرف اي معلومه حطها في الكومنتات وان شاء الله هنرد عليك في اقرب وقت. اسلام بهجت.